لكن اللي هو يحيى زكريا سئل في اون تايم سبورتس عن حقيقة الأحداث وهل كان يمكن الاتفاق الودي فيها ولا لا. نشوفه. اللي حصل ببساطة زي ما الناس شافت في التلفزيونات وعلى بعد كده على صفحات التواصل الاجتماعي، المباراة كان ميعادها الساعة 6، توجهت أنا للملعب الساعة 5 وربع بدري عن الميعاد عشان ننسى مع الزملاء من رجال الأمن سواء الشرطة المدنية أو أمن النادي الإجراءات اللي هتتم طبقا للخطاب المرسل من اتحاد كرة السلة الأندية بتاريخ 21/3 بأن الحضور داخل الصالة قاصر فقط على أعضاء مجالس الإدارة للناديين. تمام. يعني الأمر واضح ومحدد ومفيش فيه أي لبس. المتواجدين بس هم أعضاء مجالس إدارة الناديين، ده حاجة واضحة، وكل نادي مقدم كشف للاتحاد بس مع أعضاء مجالس الإدارة اللي هيتواجدوا. وعلاوة على المدير التنفيذي لكل نادي. قبل التوقيت احنا من اجراءات المباراه ان قبلها بثلاث دقائق قبل الساعه 6 الحكم الاول للمباراه بيدي اشاره البدء اللي هي بيشاور بثلاث دقائق ويصفر وهنبدا. قبل الساعه 6 يمكن بدقيقه واحده فوجئنا باعداد كبيره جدا دخلت الصاله، ما كانش في حد موجود في البدايه غير زوجات بعض لاعبات كره السله لفريق الزمالك تحديدا كانوا موجودين وكانوا قاعدين في المقصوره ومفيش اي مشكله خالص، وعدد من اعضاء مجالس الاداره سواء للنادي ده او النادي دوت وباقي اللاعبين الاحتياطيين سواء من نادي الزمالك او من نادي الاهلي اللي هم خارج القائمه بتاعه المباراه. زي ما بقول لحضرتك قبل الماتش بالظبط بدقيقه او دقيقه وشويه اعداد كبيره جدا دخلت من الباب بتاع الصاله الخارجي وجريوا جد بسرعه جدا داخل الملعب وقعدوا في المدرجات بكميه كبيره جدا. طبعا في التزام من الناس كلها ومن انا شخصيا ان احنا ننفذ التعليمات بخروج الجميع. الشرطة بذلت جهد كبير جدا 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 الحقيقة، وأمن النادي برضه بذل جهد معاهم وكانوا موجودين مدير النادي ومدير الأمن ومدير النشاط الرياضي الزملاء موجودين لأنهم عارفين إن في التزام هيتطبق بخروج الناس، بدأوا يخرجوا الناس بس خدنا وقت كبير جدا، خدنا حوالي من 45 ل 50 دقيقة. عدا تواجد في النهاية برضه عدد من طيب سيادة اللواء القرارات دي هل هي من أول الموسم ولا بعد أزمة مباراة الزمالك وسموحة؟ حضرتك القرارات الجواب اللي احنا بنتكلم عليه دوت كان بعد أزمة اللي احنا شفناها برضو ماتش الزمالك وسموحة واللي حصل في صالة. طيب كان زي تفعيل للقرار القديم برضو وعدم دخول الجمهور، وده اللي احنا قلناه امبارح يا جماعة رجاء إخلاء الصالة. تمام. القرارات دي. طيب دي رواية اللواء يحيى زكريا الشخص الأول المسؤول عن أمن المباراة وسلامتها، متفقة مع الرواية التفصيلية اللي قالها لك المهندس عدلي، بس في شرطة تعاملت مع الجماهير اللي اقتحمت الصالة زي ما مراقب المباراة قال وده راجل لواء، وفي نيابة بتحقق، يعني في جهات مسؤولة أثبتت وقوع هذه الأحداث. النادي الأهلي ماله؟ أنتوا ليه متخيلين إن النادي الأهلي كان هو اللي ممكن يغض الطرف عن كل التجاوزات اللي حصلت؟ لأنه لم يغض الطرف حتى لما لو حتى لو غض الطرف في النهايه منظم المباراه مراقب المباراه زي ما قال لكم اللواء يحيى زكريا قال لك ده مش مسموح بيه، هم كان عايزين كان مسموح بيه قبل 20 مارس كانوا عايزين النادي الاهلي كتابيا يقول لا مانع من حضور الجماهير، ازاي يقولها يعني؟ ازاي يقولها؟ وباي حق يتنازع عن حق النادي الاهلي؟ وهو الاتحاد قال لك انا من بعد 21 مارس خلاص مش مسموح لاي فريق يتواجد له غير اعضاء مجلس الاداره والمدير التنفيذي، غير كده لا، وقال لك الاتحاد بعد خد من الانديه قوائم او قائمه باعضاء مجلس الاداره المسموح بدخولهم. اذا في نظام وفي اقتحام للملعب وحدثت بعد كده تجاوزات كتيره جدا لابد ان جهات التحقيق الرسميه رصدها وبتحقق فيها. لما يقول لك خدت 45 ل 50 دقيقه على فكره في ظل الجزء الاول اللي بيقولوا كان في جماهير كتير جدا كان ممكن يلغي المباراه بعد تلت ساعه. طبعا بعد تلت ساعه ده هو استنى كتير هو لا عشان جامل وتصرف هيقدر يحل المشكله استنى كتير كانش عارف ان صبره ده هيحمله مزيد 50 دقيقه هيحمله مزيد من التعنت وخرق النظام. طيب يسيبوا الكلام ده كله ويسيبوا التجاوزات دي كلها ويسيبوا السباب اللي حصل ويسيبوا كل الاعمال اللي حصلت والاقتحام والناس تتكلم على الاهلي وان الاهلي لا الاهلي بيحترم الزمالك جدا، الاهلي بيقدر الزمالك ويقدر العلاقه التاريخيه الكبيره اللي بين الناديين، واعتقد
المستشار رئيس اللجنة المشرفة على نادي الزمالك الأسبوع اللي فات قال الكلام ده، قال على موقف الكابتن محمود الخطيب ومساندته لنادي الزمالك، وكلامه الواضح ما بنفوتش حد من لعيبة الزمالك حفاظا على كيان واستقرار فريق الزمالك، ووجه له الشكر. ولما سئل ده ساعدكم في تجديد العقود قال لك طبعا. هي دي المواقف المسؤولة. بس هذه المواقف عايزين الأهلي مش عاجبة البعض، مش عاجبة البعض صدقني. طبعا طبعا في ناس عندها توجهات تانية، وفي ناس عايزة فعلا المشهد يفضل ملتهب صدقوني، مش لصالح الطرفين، حتى لصالح الطرف الثالث اللي محدش عايز يشاور عليه. هذا التجدير للعلاقة لمصلحة أطراف أخرى فقدت وجودها، اللي ما زالت أدواته هي اللي بمصدر نفس الأدوات، محدش عايز ينتبه. محدش عايز ينتبه. لكن حتى من ضمن الكلام الغريب جدا، لا أصل اللي هو يحيى زكريا بناته بيلعبوا في النادي الأهلي. ده كده يبقى غلطان جدا، لو بناته كلهم بيلعبوا في النادي الأهلي دي تبقى غلطان، غلط في اختياره. لا ده كمان هو اللي كان المراقب بتاع المباراة الأولى في صالة النادي الأهلي، واللي سمح بدخول جماهير النادي الأهلي، والنهارده جاي يمنع. يبقى برضه ده اختيار خاطئ جدا. اللي هو يحيى زكريا مراقب المباراة، بناته كلهم بيلعبوا في النادي الأهلي، نشوفه هو قال ايه. طيب مباراة الأهلي كان فيها جمهور، ايه كان الفرق ما بين او ايه الإجراء اللي اتخذ ان اتمنع في مباراة الزمالك ان يبقى في جمهور؟ هو اللي حصل في مباراة الزمالك دوت كان تأثيرا للي حصل في مباراة الزمالك وسموحة. تمام. انما كان في ضمنيا في اتفاق ضمني وليس مكتوب، زي ما بقول وضح لك كده بالظبط، ان لو الفريقين ارتضوا بوجود جمهور كان بيسمح بوجود الجمهور بناء على موافقة الطرفين. وده اللي حصل خلال الفترة اللي فاتت. في مباراة الأمس، يعني مباراة الأمس لو الفريقين ارتضوا ان يبقى في جمهور كانت هتتلعب بجمهور؟ كنا هنتلاقي مش بجمهور، بالناس اللي هي مشجعين فعلا اللعبه او اولياء الامور او اللعيبه او الاجهزه الفنيه، سواء من النادي هنا او من النادي هنا. دول اللي بيسمعوا بتواجد، غير مسموح بتواجد اي حد غير كده. انما ماتش امبارح دوت جاء بعد يوم 21/3، بعد الجواب بتاع 21/3 وبعد احداث الزمالك وسموحه، فكان معروف مسبقا واحنا مبلغين النادي تحديدا امبارح، انا مبلغ المسؤولين في النادي قبل ما اروح ان مش هيتواجد اي حد خالص غير اعضاء مجلس اداره الناديين فقط لا غير. تمام. طيب سياده اللواء اسمح لي برضو اقول لك ايه الكلام اللي اتقال، وحضرتك ليك حق الرد طبعا. بيتقال ان حضرتك جملت الاهلي في التقرير بتاعك او في الغاء المباراه، لان ولاد حضرتك بيلعبوا، البنات بيلعبوا في النادي الاهلي. ولادي البنات، انا ما عنديش غير بنت واحده ومبطله باسكت من 3 سنين. الناس شافت الوضع امبارح كان عامل ازاي. احنا كل اللي طلبناه اخلاء المدرجات بمنتهى البساطه تنفيذا لتطبيقا للوائح. الناس كانت متعاونه في البدايه، عدا في النهايه تبقى حوالي من 20 ل 30 واحد بالظبط موجودين، بدون تحديد اي اسماء، بدون تحديد اي شخصيات. طلبنا اخلاءهم من الملعب، ولو كانوا خرجوا فعلا طبقا للي قلناه. احنا قعدنا حضرتك ساعه وثلث، بعد الساعه وثلث ديت انا طلبت المسؤولين في الفريقين وبلغتهم ان اخلاء المدرج لو تم هنبدا المباراه، لو ما تمش خلال 10 دقائق هلغي المباراه. والامر كان واضح جدا وكلنا شفنا المشهد سواء على التلفزيون وبينقل او على صفحات التواصل الاجتماعي بعد كده وهي بتصور او بتستعيد الفيديوهات والصور. يعني حضرتك بلغتهم قبل ما تاخد القرار وكنت موضح الامور كلها. طبعا الامور كانت واضحه جدا وهم شاهدين وشايفين، وردودهم كانت ان دولت مجموعه من نجوم النادي ولاعيب الكره. قلت لهم طبعا على عيننا وراسنا نجوم النادي هنا او هنا، بس ما ينفعش لان القرار واضح بعد وجود جمهور غير اعضاء مجلس الاداره. الامر واضح، ما فيش اي لبس. الحقيقه نقطتين عايز اتوقف امامهم. النظام ده اتاخد بعد او الاصرار على تنفيذ النظام بصرامه حتى بدون اتفاق الناديين بعد مشكله سموحه والزمالك. فما سبق هذه المباراة محدش يقول لي ليه وحصل ليه، لأن كان بيحصل فيها مرونة شعر اتحاد كرة السلة أنه قد أخطأ فيها. فقال لك احنا أبلغنا الأندية وحددنا لهم دون القوائم قبل المباراة اللي هيكون لها حق الحضور. فقط. دي حاجة. مسألة بقى أن هو له بنات بيلعبوا في الأهلي، دي مسألة هو قال من 3 سنين. طيب هنعتبر ان هو قال لك بنت واحدة يا سيدي، بنات
هنعتبر انه اهلاوي خلاص. ما هيقول لك هو انا احاسبه على انه اهلاوي ولا احاسبه على انه خالف الحقائق وهو مش اهلاوي الراجل خالص انا بقول لك مش عايز اخش في جدل، مش عايز اضيع وقتي. انا كل اللي يهمني هذا اللواء المحترم قد رصد الحقيقه، قد نفذ التعليمات اللي مش هو واخدها، ده اللي الاتحاد واخدها بيكلفه بمراقبه تنفيذها. هو جاء ليراقب تطبيق نظام ليس لديه الحق في الخروج عن هذا الاطار، يعني اهواءه وميوله مهما كانت مع او ضد الاهلي او مع او ضد الزمالك ليست لا علاقه في انه طبق النظام، ادى المهله اللي فيها مجامله، ما حدش بيستنى فرقه لمده ساعه، بالعكس كان من اول تلت ساعه لغى، ولكنه كان عايز يعني يوصل لحل يعني اكثر توافقيه. فمن فضلكم كفايه ضغط على الحقيقه ولي الحقيقه، ما قاله مراقب المباراه هو ما حدث، وتنفيذا للائحه ماشيه على الجميع، وهي عقوبه نالت الانديه بناء على خطا من نادي الزمالك اصلا. فمحدش والنبي يقعد يكلمني وينظر ويقول، لانه بيعلم انه ما بيقولش الحقيقه.